محمد. هاي جيسيكا. شو في عنا اخبار؟ البارز اليوم في عنا سحب الكره على تشامبيونز ليج، في عنا خبرين بالفوتبول، تنس، سوري، سكي وان بي اي. تفضل. إذا بداية أخبارنا الرياضية راح تكون مع الفوتبول، حيث سحبت بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية قرعة الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا أو تشامبيونز ليج، وأسفرت عن مواجهة نارية أبرزها مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني، برشلونة الإسباني مع ميلان الإيطالي، جوفنتوس الإيطالي مع سلتكس الإسكتلندي، وباير ميونخ الألماني مع أرسنال الإنجليزي. مباريات الذهاب ستقام ب 12-13 و19-20 من شهر شباط المقبل، بينما مباريات الإياب راح تكون ب 5-6 و12-13 من شهر مارس. منتابع مع الفوتبول، ولكن ننتقل للدور الربع النهائي من مسابقة كأس ألمانيا، حيث بأبرز اللقاءات كان عم بيلعب بروسيا دورتموند ضد هانوفر. على ملعب سيجنال إيدونا بارك حسم بروسيا دورتموند حامل اللقب المواجهة مع ضيفه هانوفر من بداية الشوط الأول تقريبا، حيث تقدم بثلاثية نظيفة سجل منها الهدف الأول والثالث اللاعب الشاب ماريو غوتزي، الأول بالدقيقة الثالثة والثالث بالدقيقة 40 بعد ما كان سجل الهدف الثاني البولندي ياكوب لاشيدوفسكي بالدقيقة 18 لينتهي الشوط الأول لمصلحة الدورتموند 3-0. وبالشوط الثاني قلص هانوفر الفارق بواسطة السنغالي مامي بيرام ديوف بالدقيقة 79، لكن غوتزي اللي بيبلغ فقط 20 سنة من العمر سجل هدفه الثالث بالمباراة بالدقيقة 85 ليسجل هاتريك ويعطي التقدم لفريقه 4-1. وبالدقيقة 90 ختم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المهرجان للفريق الأصفر بتسجيله الهدف الخامس لينتهي اللقاء بنتيجة 5-1 ويتأهل بروسيا دورتموند مثله مثل شتوتغارت وبوخم من الدرجة الثانية ويلحقوا بالبايرن، بينما المفاجأة كانت بإقصاء فولسبورغ ضيفه باير ليفركوزن بعد فوزه عليه 2-1. لاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو هو أحد الثلاث مرشحين للفوز بلقب أفضل لاعب بالعالم العام 2012، إلى جانب كل من ليونيل ميسي وأندرياس إنيستا. رونالدو يلي كان فاز باللقب عام 2008 منه أكثر المرشحين للفوز هيدي السنة، حيث بيتوقع الجميع فوز ميسي باللقب للمرة الرابعة. البرتغالي البالغ 27 سنة من العمر قال بأنه غير معني كتير بهذا الأمر، وبيضيف أنه باعتقاده الجوائز الفردية هي منا فقط المؤشر على نجاح المسيرة الاحترافية، إنما النجاح الفعلي بيكون مع الفريق ككل. ننتقل للـ NBA وتحديدا لملعب فيليبس أرينا، حيث حال فريق أوكلاهوما سيتي تندر بقيادة نجمه السويسري تابو سيفولوشا ضيف على فريق أتلانتا هوكس. ومن البداية تضافرت جهود ويستبروك مع كيفن دورانت الفائز بلقب أفضل لاعب بالدوري 3 مرات ليوسعوا الفارق ل 13 نقطة خلال الربع الثاني ولا 16 نقطة ببداية الربع الثالث. الضيوف قدروا المحافظة على التقدم بفضل دورانت يلي سجل 41 نقطة بالليل بأفضل إنجاز له هذا الموسم، لينتهي اللقاء بفوز أوكلاهوما سيتي تندر ب 100 نقطة مقابل 92 ليحققوا الفوز 12 على التوالي بأطول سلسلة انتصارات للفريق من سنة 1996 حين حقق 14 انتصار. بسكي استضاف منتج آر بالسويد فعاليات جولة بطولة كأس العالم للتزلج المتعرج العملاق، حيث شهدت المرحلة الأولى هيمنة من الألمانية فيكتوريا ريسنبرغ يلي تفوقت بثانية فاصل 12 جزء من الثانية عن السلوفينية تينا مايز، وكانت الألمانية فيكتوريا آخر متزلجة بالمرحلة الثانية وقد دفعت بنجاح عن تقدمها لتفوز بالجولة، ترك المركز الثاني لأنا فينيغر والثالث لتينا مايز. وحافظت تينا مايز على صدارة الترتيب العام للتزلج المتعرج العملاق ضمن بطولة كأس العالم، فقد ارتفع رصيدها الإجمالي ل 859 نقطة لتتقدم ب 351 نقطة عن صاحبة المركز الثاني الألمانية ماريا رايخ. أما متصدرة الترتيب العام لكل منافسات التزلج لينزي فون فما شاركت بهيدي الجولة. مشاهدينا مع سكي مننهي أخبارنا الرياضية، أنا برجع لكم. شكرا عماد.